السلام عليكم. زي ما شفنا الضابط الحركة اللي عملها بقوة وبجمال على البلطجي أو على المعتدي. في ناس كتير جدا بتقول يا كابتن جابر إن الحركة دي هي كانت مجرد تدريب علشان إزاي يعني رجال الشرطة يتعاملوا مع البلطجية. حتى لو هي مجرد تدريب يا شباب، هي حركة واقعية ومفيدة جدا جدا في الفنون القتالية ورياضة الجودو بالأخص. أول حاجة لازم تعرفها إن الضابط تمام أو الأوفيسر كان عنده ذكاء جميل جدا، بمعنى ان البلطجي ماسك السلاح او السكين وبيضرب تحت وفوق ويمين وشمال. هل انا بدخل كده وخلاص؟ لا، انت دايما بتهجم او بتدخل على المعتدي وهو السلاح غالبا بيكون في النقطة الفارغة مش نقطة القوة. يعني لمجرد ما انا ضربتك كده دي نقطة القوة، قوة السلاح اللي نزل عليك، لكن مجرد ما ايدي طلعت فوق او ورا كده هنا النقطة الفارغة مفيش قوة. فانت دايما بتهجم امتى؟ هنا مهجومش، لكن هنا بهجم. مش هو بيضرب كده تحت وفوق، هنا اهجم، هنا مهجومش. يبقى انت دايما بتهجم وهي ايه؟ الايد لسه للخلف. طيب تعالوا نشوف الحركة تم فعلها ازاي. طبعا المعتدي لما جه يضرب كانت ايده فوق بالشكل ده، فاضرب يوسف تاني، يلا اهو ها اضرب اضرب، بس هنا يبقى هنا الضابط بقى دخل بقى عمل ايه؟ ركز ان هو يمسك المفصل اهو، مسك المفصل. طبعا هو داخل عليه بالشكل ده، لما مسك المفصل من الاعلى ومن الاعلى ومن الاسفل راح لف عمل حركه التفاف لجسمه. لما عمل حركه التفاف شد الخصم على جسمه بالشكل ده، يعني ايه؟ خد سحب الخصم على جسمه، هنا حصل احتكاك. هنا بقى انا هعمل ايه؟ هعمل سحب لجسم المعتدي وازق بوسطي. بصوا كده، هزق بوسطي واعمل سحب للمعتدي بالشكل ده، الاقي الخصم ايه؟ وقع معايا. يبقى انت نزلت بالشكل ده، يبقى وانت داخل على المعتدي بتلف جسمك، بص اهي اهي بالشكل ده. مجرد ما انت مسكت المعتدي لازم تحتك بيه اهو، احتك بيه، لف ظهرك او جزء من ظهرك عليه، انت لفته على جسمك هتشده هتسحبه للامام وتزق بوسطك بقوه، ها اهو بالشكل ده، هتلاقي ايه؟ وقع معاك اهو. ها واحد اتنين اهو، لف عليه وي بوم. بعدين دخل بكل تلقائيه مسك معاه ولف بالشكل ده ولف ايه؟ ايده كده. واحد اتنين اوف. هنا بقى الاوفيسر او الضابط ما فكرش، دخل بسرعه معايا. عيد تاني يا احمد، عيد، احنا سريع شويه اهو. دخل بسرعه كده على طول، مسك على طول، خلاص التقنيه بتتنفس كتير. ها دخلت جواه، هدفع بكامل قوتي مستقيم اهو، مستقيم كده. بعدين بقى لما مسك الايد، بص معايا، لما مسك الايد دي بص راح عمل ايه بقى؟ لف واحد تاني، لف واحد اتنين، شايفين؟ بصوا كمان، واحد اتنين، الف ازاي؟ بصوا معايا، واحد كده اهو، بصوا ازاي، واحد اتنين بقوة. يعني يا شباب ناخد الحركة بقوة من عندك يا احمد هنا، يلا تاني اهو، نعمل المشهد التاني نقوله جديد خالص اهو، واحد اتنين دخل عليه اهو، راح الضابط دخل الشكل ده ولف اهو. وانا هنا بقى، وانا هنا بقى ممكن اعمل مليون حاجه لو عايز اكمل التقنيه، تمام؟ ممكن مثلا ايده اهي امسكها كده لتحت اهو مثلا بقوه، اضغط كده عليه اكلبش، او ممكن مثلا ايه انزل معاه واخنقه كده مثلا لحد ما باقي الشرطه تيجي اهوت، تمام؟ ممكن اعمل تقنيات كتيره جدا.